عانت المرأة السورية تبعات الحرب التي ما زالت مستمرة منذ ما يزيد عن 9 سنوات، ودفعت أثمانا باهظة فقدا وتهجيرا ونزوحا وفقرا وعنفا وانتهاكات مورست عليها، وهو ما جعلها حريصة على العمل من أجل إيقاف الحرب وبناء السلام في سوريا. لذلك وانطلاقا من أهمية دور المرأة في إيقاف المحرقة السورية، تم الإعلان عن تأسيس مجلس المرأة السورية في مثل هذا اليوم من العام 2017 في مدينة منبج، وبحضور ما يزيد عن 224 سيدة سورية من كافة المدن السورية. واليوم نحتفل بالذكرى الثالثة لتأسيس مجلس المرأة السورية الذي تركزت جهود المرأة فيه على تعزيز السلم الأهلي، وخاصة في مناطق النزوح والتهجير وإيقاف الحرب، وكذلك شارك في نشاطات دولية وأقليمية لإيصال صوت السوريات ومعاناتهن ومطالبهن للمنابر الدولية، كما شارك في النقاشات المطروحة حول الحل السياسي بسوريا بجدارة لافتة. إن عملية إحلال السلام في سوريا لن تتم دون مشاركة حقيقية لكل السوريات، فهن الأقدر على الوصول إلى الأسرة والمجتمع، وهن الأقدر على التأثير في آلية تفكير الرجال ودفعهم باتجاه العمل الجدي لإحلال الأمن والسلام في البلاد. غير أن هناك عوائق حقيقية تقف أمام تفعيل دور المرأة لتحقيق هذه الغاية النبيلة. فالمجتمع السوري مجتمع محافظ عموما، وهناك ضعف في الرغبة النسائية للمشاركة في الشؤون السياسية حتى قبل نشوب الصراع في سوريا. ونحن اليوم وفي الذكرى الثالثة لتأسيس مجلس المرأة السورية، نثمن عاليا التضحيات التي قدمتها النساء السوريات في محاربة التنظيم الإرهابي داعش، والمقاومة التي تبديها كل يوم أمام ما تعانيه من تبعات الصراع، وما قدمته وما ستقدمه من تضحيات. ونعاهد بأننا سنستمر في مسيرتنا لنحقق تطلعات المرأة في سوريا وفي العالم في الحرية، وسنعمل دائما على تشجيع المرأة السورية على المشاركة في جهود بناء السلام بسوريا، وذلك عبر تقدير مشاركتها وأخذ اقتراحاتها ومساهماتها على محمل الجد، والاهتمام بتمثيلها تمثيلا صحيحا وواقعيا في الكيانات السياسية ومواقع صنع القرار، والعمل من أجل إفساح المجال بشكل صحيح أمام المشاركات الفاعلة للمرأة السورية في جهود بناء السلام وتقديم الرؤى المستقبلية لسوريا، والعمل من أجل دعم المنظمات النسائية العاملة في مختلف مناطق سوريا وخاصة في مناطق النزوح، وإفساح المجال أمامها لتقديم خدماتها وفق الاحتياجات التي تراها ملحة ومناسبة للمجتمع وفق خبرتها ومعرفتها للواقع المحلي، لا وفق تصورات الأمم المتحدة التي تركز على أمور نظرية قد تكون بعيدة عن الاحتياجات الحقيقية للمجتمع وفئاته.